لا المالكي ولا صدر راح يشكل حكومة. بعد منو؟ الحكومة راح تكون نموذج توافقي أشبه بموضوع على يعني راح يتنازل الصدر، يعني راح يتنازل عن الصدر. الصدر الطح. يريد الصدر يرفع موضوع القح حتى يضغط نفسيا على الكتل السياسية الآخرين، وحتى يعطي رسالة للمجتمع العراقي والمكونات الأخرى أن الصدرين هم الذين يحكمون العراق. هذا لكن رسالة. الصدرين ما شوف أختم وياك بعد ثواني. الصدرين هم مكون سياسي يركز على القواعد ويعمل في القاع، هم لا يركزون على الهرم. واضح السياسة يعني الصدرية واضحة. يحبون يشتغلون بالظل مو يتحملون المسؤولية، فهمت؟ بس هم بس علنا هم يريدون مسؤولية. ده يقول لك احنا ليش ماخذين بس السمعة على اساس انه احنا عندنا واحنا ندير الحكومة بالظل، احنا نريد نديرها بالعلن. بس ما راح تنخلق حالة توازن، انت عندك شارع يغلي وعندك مكونات اخرى سياسيه. نعم. طبعا رؤية. فاعتقد انه الطرفين ما راح يشكلون، ممكن مصطفى الكاظمي. ممكن اكيد اكيد الرئيس الوزراء القادم يكون مصطفى الكاظمي، ونواه الحكومه تكون من التيار الصدري. يابا طلعت الطبخه هنا، طلعت الطبخه موجوده وجاهزه واضحه الخريطه السياسيه واضحه. الوزراء الكاظمي الجاي طبعا توافق مالكي وصدري قارين الجماعة الموضوع. الكاظمي شايل خرزة الحزب الديمقراطي معود. أستاذ أحمد الله يخليك، وزير يقول لك أنت مبخوت وأنت تقول شايل خرزة.